بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معاشر المسلمين وأحبائي في الله، ملك السؤال كسو انتهين الله يدين بركيو إلى سبحانه وتعالى. نحن كرجنينا إن وعمل كان إخلاص نغيره إلهي نقوله تبارك وتعالى. بإذن الله تبارك وتعالى وحنجعل هاي دعاء كوبان، لكن أرمى بضن عروسة ودعاء كوبان، لكن أرمى فرب بضن إسكريدة وتكتغين إن المان تلك أن كلو ذاقو أختي أنا ومارك تجعل ولا لها مسلمين تأينا لو ذاقو إلهنا سبحانه وتعالى أن أجر يحسنات كغير الجيل بإذن الله تبارك وتعالى. الوحي ربو حسوكينا ولا لها كانت يسوق قليان دور دقيقو كدب نوان بلابان دو الناس يدو عداس لو وذا فايدو قفل البنا قفل كلو ولا لكي إن هلو ذاقو سوء أستغن أجر أقوله كل قفل البنا دو عداس إن يسوق قارتي أستغن أخرستي كو عمل فلي أما كدو عيستي إلهي سبحانه وتعالى قوله واضي أدوغن وحد كل هذا هاي إن مثل كي أجركي رسول الله هذا دمانتي إن شاء الله تبارك وتعالى دعاءنا واسي بلا بدونا لا بد خدم إن شاء الله تبارك وتعالى يسوى الوضع. أنا أقول أنا شارك رأيه إلى هذا البركين لما أنت سر وذا دعاء بالحقيقة والدعاء قفك هدي إله تبارك وتعالى وخير لن أكون جسته وإله كو إلها مناي ودعاء أد عجيب وه وحكود عيستي نبي الله سليمان وحكود عيستي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عن أول الشجاع سب نزول أهان إن أستجاب أوسو دكتي دعاء لس وحكي كل إنسان يسأل شن أهري موت الدعاء داسي كل سنة قف إلهي تبارك وتعالى وافجيه شن تاس أرنب إلهي تبارك وتعالى كودي سنة والدعاء أنا هين دعاء عالية بل الدعاء آية من آيات الله تبارك وتعالى قرآن إلهي تبارك وتعالى آيات كم دول واسكب الله منا إن شاء الله تبارك وتعالى ولا أرتك من دكوا بعد دعاء داس وحكو جرتا لباب من القرآن كجرتا في سورة النمل واتكلم حليسة لكن مدى عن ربنا ما أنت إذا لو ذاقو وحي كجرتها في سورة إحقاف ما خلق سيس وما أطلق عنه ما خلق أي كجرتها وحال ربنا إن شاء الله تبارك وتعالى قفك مركي ودمع عيون الدعاء لس كل دعائسته سدى وارددها أما صلاة رطي وحافي عن لكل دعاء دعاء وبحل الأدب لك الدعاء سنس أدب ونجا هاي قيبة بضن ونجم ذا قف المراد ليه دن ليه هاي وحبو التمانين آية وحبها كتاقن وحبها كده حقو حايه إلهي ورمائن وحبو جيست مركز إلهي تبارك وتعالى جل جلاله عما نواله أو حبو جيسانيس كو آذاب الليه روض جاء ربك الدعوك بلاوة وكو بلاوة مدكو بعد إناد مركز تبتين الدعاء الله لقاء أقبله وحاد سميسا أدقو ويساقبه ويفي عنته حداد ويساقه هذا كرتيد أدقو ويساقبه إناد سوو ويستيد لا برقعته كرتيد قبل ذو جلستي إلهي أمانتي سبحانه وتعالى كذلك آد نوم محمد صلى الله عليه وسلامه عليه أكسلست كدبنا الدعاء ذي أذكر مرتين إلهي سبحانه وتعالى أوجست هدي أنت على جهله آد نقفنا كذل منين قف جاره هدي آد نكذل منين بإذن الله تبارك وتعالى الدعاء سبحانه قبل لا أقبلي ومركز كاش اللي وصيه من سنة ما لقوه كيد جرايو أو كيد قيامها اللي وودي بديه أما ما أنت مالك كباهي بدن تاعي مالك عايشيد أما بلايك هو سعت إلى جا حجاب أما بلايك هو سعتي إن لجا جا حجاب أنت أصله له حساب ما دام إساس تاعي دعاء عن حقيقة وسجدتي كتاب ير دعوين كصحيحة وكسر هذا النبي صلى الله عليه وسلم أو آيات كا يوم حديثه بكسر نقلية إن وحو قف كلية هاي مركب كوبات إلهي والرب نبض القرآن لأن كل ما أو القرآن قرآن ربي 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 دعوينك ربي لجهر مريم ربي لجهر مريم
way ka tacsiir badan ducaynka ila tahay ilaahu waxay si waa hadal kooban waa laakiin adoo rabbinimadii rububiyadii ilaahi tabaaraka wa tacaala u qiraayo inaad ilaah yaa rab yaa rab ama rabbi rabbi laana rabbi ilaahi alladii rabbaak ilaah baa ku rabeeyey ilaah baa ku abuuray adigu waxbaan ahayn buu ilaahi tabaaraka wa tacaala ku khalqay maadaama waxaas oo ilaahi subxaana wa tacaala adigu siiyey inaad magaciisa ku bilowdid waa lama huraan marka aan bilaaba marka ducadi ma bilowna insha allah haye ma bilowna ma sii dayna ducada waxaan weliba inta badan codsadaa markaan ducooyinka soo tabinaayo ayadoo carabiga qofkii markaan sheegno kale waa la wada yaqaanaa waa aayad min aayat ilahi qur-aanka aayad ka mid a waaye dad baa soo guuriyo soo koobigalayo inay meesha dhexa soo dhigaan qaar ba af soomaali ku qoro ilaahi khayraan siiyo ajir fara badan baad ka helaysaan waa ku celcelin doonaa laba jeer saddex jeer si qof walba ay ugu fudo dad badan waxaa laga yaabaa ee carabkooda uusan qaban karin laakiin waa ku celin saddex afar ilaa shan jeer baan gaarsiin doonaa hadduu ilaahi tabaaraka wa tacaala i yasiro ilaahina waxaan weydiisanayaa inuu ikhlaas inooga yeelo kuwa ilaahi tabaaraka wa tacaala ugu dhawaadana rabbi subxaanahu wa tacaala inaga dhigo soo dhawaada dhammaantiin aragsan dhoo bilow maasha allah waa bilaabaynaa marka waxaad leedahay wa aaya min aayaati illah qur-aanka aayad ka mid waa rabbi sima culus rabbi awzicnii weli waa macnayn doona insha allah tabaraka wa tacaala rabbi awzicnii an ashkura nicmataka allatii ancamta calaya wacalaa waalidaya waan nacmala saalixan tardaahu waslix lii fii duriyatii innii tubtu ilayka wainnii min almuslimiin subxaana allah ducadaani waxay xambaarsatay shan arrin ead ilaahay weydiisatay oo ugu horayso midda koowaad ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu kugu ilhaamiyo uu ku waafajiyo inaad garatid inuu ku waafajiyo nimcada ilaahay tabaaraka wa tacaala nimcada ugu horreysa nimcata alislaam waliimaan nimcadii hadday noqon lahayd caafimaadka hadday noqon lahayd awlaadda hadday noqon lahayd dhinac walba ka fiirisid inuu ilaahay ku garansiiyo inaad nimcadaas aad ilaahay tabaaraka wa tacaala u garatid marka maxaa tiri waxaa ku bilowday shan arrin baa ducadan shan arrin bay isku koobsatay kow midda koobadaan ku bilaabaynaa ilaahba waxaa uu diisatay inuu kugu ilhaamiyo inaad garatid nimcada ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahayow iwaafaji inaan garto nimcadaada nimcadaada inaan garto ilahay inuu ku waafajiyo oo kugu ilhaamiyo uu kugu toosiyo uu kugu hanuuniyo ayaa waxay tahay wax gooni ah hadda ka horba waxaa lihi nin baa loo yimid markaasa waxaa lagu yidhi warniyahow indhool baa tahay masaajidkaa lagu keenaa waa lagu sii celiyaa adduunkaa waxa ka dhacay lama socotid aanaana waxaad tidhahdaa alxamdu lilah ehelkaasaa ku celisaa alxamdu lilah alxamdu lilah alxamdu lilah maa bika hadal wuxuu ku jawaabay aad u qiimo badan wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan kaga mahdiyaa ilaahayga igu irsaaqay lisaanan dhaakiran wa qalban khaashican allahu akbar ilaahayga igu deeqay lisaanan dhaakiran carab aan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xuso iyo qalbi isagana khaashico haddana shaakir ah waa indhool waa qabd wax ma arko mugdi buu ku jiraa waxa ka dhacay adduunka lama socdo wamaca dalika yukariru wuxuu ku celinayaa alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin marka qofka inuu garto nimcada ilaahay tabaaraka wa tacaala uu yidhaahdo ilaahay inaad nimcadaada garto garasi waa duco qaali ah inaad tidhaahid rabbi awzicnii an ashkura nicmataka allatii ancamta calaya wacalaa waalidaya waan nacmala saalixan tardaahu waslix lii fii duriyatii weliba awlaadii baa ku jirto maanta inta badan waxaa laga cawdaa awlaadii baa iga hallowday awlaadii baa saa iga noqotay ilmihii baa saana ducadaanaad ka dhexelaysaa waxaa kaloo ku jirto in camalkaaga uu noqdo camal ilaahay raalli ka yahay waxaa kaloo ku jirto inaad ilaahay tabaaraka wa tacaala kaga mahadisid ood mahadcelin kaga samaysid in rabbi subxaanahu wa tacaala uu labadii waalidu ku siiyey inaad kaga mahno mid mid baan isku dul saajinnaa marka maxaynu ka bilaabaynaa rabbi awzicnii awzicnii macnaaha waxaa weeye alhimnii ilaahu igu ilhaami oo wafiqnii iwaafaji oo arshidnii igu maaratay hanuuni inaan garto muxuu ilaahay kugu hanuuninaya nicmataka allatii ancamta calaya waxaa tusaale loo soo qaataa oo la sheegaa nabiyullaahi sulaymaan calayhi salaatu wasalaam wa calaa nabiyina muxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayh ilaahay wax walba u sakhiray waa isaga ilaahay weydiisay boqortooyo rabbi habli markuu yidhi qaal rabbi kfir lii wahab lii min ladunka waxay siisaa rabbi kfir maarata maxay ayadda ilahi tabaaraka wa tacaala ku lahaa inuu nabiyullaahi sulaymaan ilaahay weydiistay markuu isaga rabbi kfir lii wahab lii min maaratay mulkan ayadda waxa way dheerayd mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi innaka anta alwahaab
مركب بقرتوي إلهي تبارك وتعالى ما حعيد روحته فسخرنا له الريح اسم مركب إله وجواب أوتوماتيكلي إلهي بوحودي سبقرتوي ملكي أنا دمان وعدا بوأصلا كدم بيسو أم بهرين إلهي محو طلب محوسي مركب إلهي سبحانه وتعالى وحو ضيقي إن وحو البؤد بله ويسره إن مارت حشراتك يمارشن بره ويسره وأصلها وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء أنت أسوء إلهي سيه مركو أركان لي إله ذا نبي الله سليمان مر على مركب إنه سقبتين قرآن جذي يريد وأقيل دامنا يسو أقوي يريسو قرآن جوين كه وباقيسو إلهي سبحانه وتعالى وحو جرنسيه إنه مقله ومقله وحي كوها ليس شم مارتي قرآن جلس إسلام وينان ما دي شم مارتي إن حشرات كاسيركا أما قرآن جلس يركا بان ما أنت أفكي إذا فهم يا ما دي هنا محويري ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي أنا يوه والد كيس بدن علي مركي قفك مركي عاد على تد نمعاد إلهي كسيي إلهي كم هذه أو ده ربي أوزعني إلهي إلهامي وافجي محاد إلهي ودي سنة أنه هو إلهامي نعمتك التي أنعمت علي نمعاد إلهي قال الله يسد بالآذن كولا ليال نمعاد إلهي موضة قاعدة حدي قال لي حنون لهو امتحاني أما أولادان لهو امتحاني أما جورك اللي جاء امتحاني أما نع اللي جاء امتحاني إلهي سبحانه وتعالى مال بكفرية قف وضع امتحانا وبقولك وبقول لبوه يمجر هذه مال كاحرا انتهى مال بكفر فعلا ساسوا تسالم كسيني يا مرك هدي عرقتين أدونك لو كور قبتان قف بحكولي كليبة إبريا وإفر ديان ما شاء الله كليها كفر دي لكن والله هو شغينا يا والله هو شغينا يا وحكولي هاي لكران قبان نعم يكرر قبته لكن عندها قبته الله سبحانه وتعالى وحكو عرفتي وحبط أورونا يسا وحبط مقل يسا مجد تقف بقولك وبقول لنا عور بلقى أودي هدي ملك حيرانتها إلهي ملك بكفر سبحانه وتعالى ملك إلهي سبحانه وتعالى وكو امتحانا يا امتحانك إلهي بكم التهي إنا تكون قلتان ملك عدية قلت هذا الحمد لله وبلوناهم بالحسنات والسيئات إلهي سبحانه وتعالى قال وحتى وناجي وغار قالوا امتحان قارب أنتي قعدت العقل وقليه وأدي له ديبه يا مركز كنت تخرف العيان أولهك عاصنا يا أولهك كفرنا يا أو كوقا يا أو إلهي سبحانه وتعالى كفرنا يا قارنا والله كلنا حقايا رزق على وعيرين هذه لوفر لها لبقو إلهي وقوق لها ينبا لبقو في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ولكن ينزل بقدر إن كفرا بغفر بالله سبحانه وتعالى سيد دعاء وصلاة مركب محاك دعاء سنة ربي أوزعني إله هو إجرنسي وإبو إلهامي إن أنقرته نعمتك التي أنعمت علي إن معذا أنا يقول الله يزد ما شاء الله هذا قولي بعد أحفظ ذا واتصال قام هو إن هذا قولي الله لا يبا كوا أنا قولي هلين قولي إليك قولي جالس قروح طبعا أولادنا كهر مر مريسو هو يضع أعتهاي إلا وخارك سقفك عن أم هذه قفك عن صوت قريب صفية اللول بارك الله فيك صفية اللول الله كشرفه الله كرامه وعك الله صوت قرتي فاطمة إلى هيدا بارك أدم نوفر عسنا صوت قرأت دعاء أيضا أيوة عربية يقولي بهدي للصوماليين كرو رواق إلى الصومالي ويدين دعانا إلى هيدا بارك محام الرواة إنه قفل بدعاء نمبر فضلا دعاء نمبر دعاء عن وحي كدرين سنة سنة معاد إلهي تبارك وتعالى كو وحي كدرين سنة سنة معاد والد يقول علي لبو وحي كدرين سنة دعاء بإذن الله تبارك وتعالى إن إلهي عمل صالح إنه كوافجيه لأن عمل كسميه عمل صالح إنه كوافجيه وحي دعاء كوافجيه إمارتك حسوس سنة أما كوسا ليس إن إلهي سبحانه وتعالى كبر يديد إنه أولاد كوها جاجيه إله إنه كوها جاجيه أولاد وحد كوسا وقبل جبان ليس إنه إلهي كاريه تائب وطبال الله تمت مركا أوزعني نعمتك التي أنعمت علي أولاد أنا كهذا مركا ما تقول يا بروحه أولاد هذا كوخ من عيال هو يقعد هاي واحد لشوا وين هذه واحد لشوا قبلها هي واحد علي ويرش هذه واحد علي هذه وإله السجود هذه وإني معك جرة كلها من نعم الله تبارك وتعالى دمانت وإني معوينك إله تبارك وتعالى مرك محال قربة إن ترى إله يوها يوافجي إن وحاصل نمعة وحاصل خيرة وحاصل وناجة وحاصل إيجا شيء إله إلهامي إن قرته قرشت وقول ذي بقول بعض ذلك سفيري لما نبى لو يبى دش صار هوا اللي هذا شيء من بعد قوري سي وهذا قوري سي وحول بو وناي أقوى تعال علي كيك اللي أنت أصميس من بعد قرر أنت كوس على كل هوي جزاك الله خير أبا الله كبرك هي هوي الله يكافئ ذي
لأن وحو إلهي كل هامي إرو قرطو نمعدي أد أقشي مارك إلهي ماذا حد ودي سنسا إنو ربي سبحانه وتعالى أوكوا فجيو إن أدقرتت نمعدي إلهي سبحانه وتعالى ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. والله وايد عجيبة وأنا دعاء ذو قيام بضان محان ريا كنت عيسي نبي الله سليمان وحكولا كنت عيسي أول الشيقة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وحال يري أدونك أصحابه ذي مركز جوكت مجرم قف هو يدي يا أبيه لبضوا بأي أهيان داد مسلمين وعيكو توحيدك وقريو يا أدونك كأن قاجيين وعيكو مسلمين كبحين ما دام يسنجرين إلهي سبحانه وتعالى وحقود داقي أبو بكر الصديق مركز صحيح يجري مالغربو ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إن إلهي وهو ناجي ذريته إني تبت إليك وإني من المسلمين وأسلفها النمد كوبات وأه إن الدرينت إلهي إنك هو إلهاميه محو إلهي هو إلهامي إن أتفهنت نمعد إلهي تبارك وتعالى مد الله بات الله أكبر محيطهي إلهي ونمعد الأبد الوهري ولا ليال الحمد لله آيات النبو ووصينا الإنسان كهوريس واردك بالله قصو هذا قارهان هويد بالله قصو هذا وكر مارت كره كوسو يسي وحنو مارت أيضا كره يدنا مارت حنو كوسو ودي هذانا كل تسجال بلود هذانا كوسي كناس نودنا يسي هذانا كاف كريسي أنت صورن هويد كوسو جدا عيد بلاو بدأ هيد إله حكسو قرثية أما عفرتا أما ووك عاد كي مش أول ناس ثنت بتجات جرمك إله تبارك وتعالى إن تكون مهدس مارك الله وارد بله كوسي وحن للأسف الشديد لكم موجرنا وحلقة يا با ضد هذا النجم ده إني نداون عيان إني كنت هان أنيق هو يدي مو أرقبه ما هي كنت عالي أنيق مركز ساق ده شيء هو يو أمر راعي هو يو بيجي أمر راعي ولا هو يدي ما أنت أدون كمان عقان ما أخي أنا جنازة كوأرك كر نعم هو مرق ودري منا وكحن هاي إلهي بس عقوق قدري وأنا عم تحان كم ده مذبح كلية أنا أبيه مو أركن بقى ما رأيته أبيه مو أركن نعم ما أركن أبيه أنا أورك هو يدي كجرو أيوة أبى جيري هذا لكن هذه هو حلقة يا بعض إدعوني أنا أباك سوكري هو إذا كنت قرب تاني والد كأب قرب تاني أخبر الشدة هذه هل كاس ما نسرك سو جارسيين ما حال جار هملك جار عيادة آخري ما حد ليس ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلا والدي والد نم على السيسي والدين تينا السيسي لأن والدك قد يسمو نمعه هلايو مركو أديك كهلاي قاربان دلين والد بوحان لنا أولاد لهين والد بالأولاد الله سبحانه وتعالى وداقن مركل لابد هذه والد إله أولاد السيء أيك لما هنق بأوتها دعين أوتها هذه باقرت هذا نعك لك استاجر وأن دي بدين عليهم هذو قفك كويران أنا جا أبيه ما أركن كن على علم نبي محمد أبيه ما أركن صلاة ربي وسلامه عليه نبينا محمد خير خلق الله أبيه ما أرك الصو هو يدي على شكو سيدو أي ما أرتي وأبيه دنتي أنت كلام يا ما الصو هو يدي سفع عن وعرك او ادغونك هويو يهويا نمن النبي عليه الصلاه والسلام انا بدمنين انا ندريمن بعدنا هويو الله سبحانه وتعالى اوصدي مركم هذو النبي انت سومري ادم هي كو دبيسا الى ما كو قدري تاسنا كاسا او غدبنا ان شاء الله تبارك وتعالى ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي لبدي والد والله حقيقه وادغرنسن هويو ولا بس قالوا النبي وش النبي حديث كو في صحيحينك نبى النبي ويبي صلوات ربي وسلامه عليه مركز سكين رسول الله يو إدر دار نعم يا وناجية ما يوحى حديث روها ما قفقة الصحبة ذي وناج الله سمعنا كوي مركز أمك هو يلا قاب قايبة بضم لقى من هويين كي أنور دعاء الوالد لقى لستو ومهم جدا و فكذلك أبيه ومركز صدح جار للشري مركز أفراد وبوحي كالنت سكان والله مهران إنه قفقة قرتو هاي وحصل شغني إن له هو إلهاميه مد كوبات إن أتجرتيد نمعادي إن أتجرتيد لبو هذا والد له كسي واتن لبار مد أصدق حد واتن أمرك عمل صالح الله سبحانه وتعالى قوده ما يخاف صلاة التكلية محل السومية محل نبي وحنا وشج عليه سوى حديث عجيبة وعظيمة وحديث كولي مرب وجلدك نبي جن عليه صلاة وسلام وحنا وشج نين تكلية 60 سنة لحدا سنة أي لا أسجودي
oo rukuucay oo la imaanay camal saalixa camal buu la imaanay saalix ma dhahayne maalinta qiyaamahan camalkii ugu jiro loogu dhufanaya ruduu ku celiya limaada kaana laa yutimu rukuucu rukuucdiisa ma dhammaystiri jirin sujuudda ma dhammaystiri jirin qof wuxuu ahaa salaadda ku ciyaaro bal waxaad garanaysaan fawaylun lilmusalliin marka inuu camalkaaga noqdo camal ilaahay raalli ka yahay yaad ilahay ka baryaysaan wa anna camala saalixan ilaahayow inaan sameeyo camal saalixa oo tardaah weliba raalli ka tahay camal saalix keliya maaha ilaahu igu ilhaami camal saalixa ood rabbiyow raalli ka tahay wa anna camala saalixan tardaah intaa kelimiyo qof ku ducaysta maya meeshay safta ka quranta waatana waaslix lii fii duriyatii ilaahu ku aan dhala ilmahayga ilaahu ilmaha ii imaarata iyo wanaaji maanta waa laga cawdaa ilmaha أنبي إله بكد عيسين ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء مرك إنه قفك كد عيسو إلى هذا وأسلح لي في ذريتي إله أولادي هجاج إله كوان دلو قاري تسن إله وحان دلو فاسق يتسن إله وضيق في الله إله يسو علي دعا دانا لقا دحلا وأسلح لي في ذريتي أنت كريم يا ميا إني توبت إليك عجيب وحاق ماشي لوسهوري أيضا قفك إلهي سوبري قرآنك مكال أركتان وأخرسان ولا ليال waxaad markaati ka tihiin aayaadka lagu bilaabo rabbana waaweynin rabbi ikfir lii warxamnii rabbana hab lana min aswaajina waduriyatina rabbana laa tusi quluubana rabbana rabbinimadii baa la weyneeyey tabaaraka watacaala muxuu kusoo gebagabeeyey inii tubtu ilayka soo ducaysanayo ilaah xaggaaga toobad keen waan toobad keenay anigoo muslimiinta ka mid ah anoo laa shay ah ilaahu waan toobad keenay anigoo muslimiinta ka mid ah anigoo waxbaan ahayn anigoo eber ah baan kuu toobad keenay yaa rabbi ilaahu ducadaan iga aqbal maa ajmal maxaa ka macan ducadaan maxaa ka qurux badan aan mar kale ku celiyo waxaa lasoo qoray ayadoo carabi ah waxaan codsanayaa ayadoo af soomaali ah oo weliba inay dheertaan ogahaye ha lasoo qoro si walaalaha kalena uga faa'idaystaan waa aayad qur-aan ah fii suurat ixqaaf ayaad ka heli kartaa aayadan biidni illahi tabaaraka watacaala weliba aayadda markii la dhamme meesha ugu dambayso ilaah wuxuu sii leh أولئك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة مركا إله سبحانه وتعالى آيات سبحانه وشاقي ونقو برايا تبارك وتعالى إن وقفك عمل كاس ليمت إنه كأغب إلا لأغبري قفك كنت عيسى دعاء إله كأغبري بإذن الله تبارك وتعالى سأيضا وقعد ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني ما أيد حيث وأدخلني وأتي في سورة نم تنحيتها وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وأن أعمل صالحا مركا قف كما كو عمل صالح لي ما ذو وإله الدعاء ذا كبر يوم بإذن الله تبارك وتعالى دعاء ذو وحنقن من الأقبري أنت صانج على استنان ما أنت إذن لو ذاقه ولب دعاء حقيقة سجار إيسو جدتي oo idi war naftaada maadaama aad la jeclaysatay walaalaha kaloo muslimiinta la jeclow mar kalaan ku celin biidni illahi tabaaraka watacaala ducadu maxay tahay rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alatii ancamta calaya wacalaa waalidaya waana acmala saalixan tardaahu haye waaslix lii fii duriyatii innii tubtu ilayka wa innii min almuslimiin ilaahi subxaana watacala ha idin barakeeyo walaalayaal ducadan si gaara u xifdiya ducadan si gaara u weelaya waxay isku kulansantaan idhi shan arrin bay kulansantay ducadan shan arrin shan qodob bay isku fuuqsatay kow adiga oo inaad garatid nimcad ilaahi tabaaraka watacaala kugu deeqay labo nimcadii labadii waalid inaad garatid saddex camal saalix ilahay inuu ku waafajiyo ood ilaahay wejiisatid afar inuu caruurta ilahay ku hagaajiyo shan inaad ilaahay u toobad keentay muslimiintana ka mid tahay bal fiiri waa duco yaroo kooban markaas sujuudsan tahay ku ducayso maaragtay rabbi awzicnii an ashkur weliba culamada waxay dhahaan intaana sujuuda la gaarin markaad aragtid dad balaaye ku dhacday dad la baabi'iyey dad kaa liito ducadaan akhriso oo dheh rabbi jacalnii maaratay rabbi awzicnii an ashkur lana ilah adigu waxaan kaa badbaadiyey rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alati ancamta calay rabbi awzicnii an ashkura nicmataka alati ancamta calaya wacalaa waalidaya وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين إله يو وحن كابر يا تبارك وتعالى إن عند عداس ودفهنه وأن فهنسي سيد وأن نقول إلها من سيد يا ربي إن عند قرن نمع ذا نوق الله يسد والله نمع ينك إلهي تبارك وتعالى حضين ودمعنه إن أنا مد أترنه كما دعنه
هذين الدمعنا إن نمعوينك إلهي تبارك وتعالى مد مد كدر ساجنه لا نستطيع والله ما أون إلهنا وسيلها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذا الدمعان إن نمعوينك إلهي تبارك وتعالى إذن كودق أترسان مكرسان والله وبالله وتالله إلي قد أرنا يسماله نمعاد إيش كلية إن ده كلية أو إلهي وحكون غوتس إيش يرتقى ذلك يسان أي نمعوينه نمعاد إيش كلية وحكو أرد هذه ما أنت هل دقيقة لو يراد مقدم إنها لقى قاعدة كور وحكى الأدونك دو لو يراد إلهي باتكو عاس شلي دم بقاس باس ما يصير وحاسي وعاس باس ما يصير أبا لما أنت هذا وحي تهيب إن هل ساعة كورنت لقى قاعدة هل ساعة إن مقدم لقى لو قليل سبحان الله مور وحكوا إنه يجرو إلا ويرى هل ساعة إلهي ما دام أتكو عاسي وأدم بلتمت وحلو أبا المنايا إن هل ساعة دجال قفل قصيو ودجال لقاعد دجال ما يا والله إلهي ونونا حريص والله تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وي نعم ما جبتوا إلا حق إلهي من نوقتي ماذا أحبتي في الله إلهي سبحانه وتعالى هيدا بركيو دعاء لنا ولا الله كريم مسلمين الله شرقية قف على لقفك إلهي سبحانه وتعالى وافجيو إيه دعاء لك دعاء ثانم أنا أقول الدلال بانك يا يو إلهي بان سبحانه وتعالى ودوانيا إلهنا عمل كان إخلاصا نقوله وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارحم الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.